السلام عليكم حبيباتي، كراكم ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. نهار جديد، وصفه جديده مع كوزينه ديال سامبل فاسيل. جيتكم اليوم نحضروا واحد التحليه، ولا كيما نقولوا ان غاتو غولي. ان غاتو غولي بصح بدون عجين، غادي يجي روعه، يجي فخي بنين بارد شباب. تبعوني الوصفه قبل ما نبدو. صلوا وسلموا على حبيبنا المصطفى عليه الصلاه والسلام. الوغ الوصفه تاعنا اش غادي نحتاجو فيها؟ غادي نحتاجو دي بتي بيغ هكا، دي بيسكوي هكا سامبل تي بيغ. الكميه نتي على حساب شحال باغي ديري وقداش باغي ديري، دوك تفهميني كيفاه. غادي نحتاجو انا غادي ندي كيوي، تي تقدري تبدليه بالموز اوكي، ولا اي فاكهه عندك. دوك نشرح لك، انا ديت ربع حبات تاع كيوي وديت حبتين تاع موز، ديت ملعقتين اكل تاع كاكاو، عندي ماسكربون، وندي ملعقتين عسل، وندي شوكولا للتزيين. الوغ نبداو على بركه الله. اول حاجه بسم الله، غادي نديرو حنايا هاد الحبتين تاع الموز، غادي نديرهم في هاد البول تاعنا، نقلعوهم داك الخيط كاع اللي فيهم كاع. فوالا هذا يجي رائع، يجي كيما نقولوا كيما العبيش وكاع، مي ما غاديش تنغبني فيه. ولا غادي ندو هاد الحبتين تاع الموز، غادي نميكسوهم بلوبغا ميكسور، ولا انا غادي نخدم بلوبغا ميكسور، نطحنهم غايه، وندي منا قطع تاع بيسكوي هذا تيبر، ندي علبه يعني 200 غرام، علبة فيها 200 غرام، ندي علبة واحدة اللي غادي نطحنهم تاني هما في الاشواغ ونرجع لكم. فالاخواتاتي حنا هذاك البانان اللي طحناه بالميكس بالبغا ميكسر، شوفوا درنا هذيك لابيغي تاع بانان هكاك، نميكسوه بيان. غادي ناجوتي له انا هذاك لو كاكاو، غادي نصيره نفوته في ال، باسكو داك البانان راه مطحون غايه، مانيش باغي يخسر لي هذا لاكيستيغ من بعد ويقعدوا لي يبرونو هادو تاع الكاكاو. كاكاو مر عادية، غادي نخلطهم هادو كيما هاكا. انتيا يعني مكاش البانان، ولا كيما نقولو عندك حبيبات بانان باغي ديري بيهم هاد الكاطو ولا هاد الديسير، خلي هادوك لي بانان ديريهم في الوسط، في الوسط كيما نقولو، وين في بلاصة لي انا غادي ندير لي كيوي. انتي خلي هادوك البانان غادي ديريه كارنيتور، قدي تخدمي كيما نقولو غير كاطو، تلايميه بشويه تاع لا كونفيتور وصاير الشوالا، ما تجريش بزاف ما تكثرش لا كونفيتور، سيتو. هذاك مكان، هذاك ما نوصيك اوكي. كي تخلط غاية، انا طحنت هذاك لي بيسكوي طحنتها بيان، وغادي نبدا نضيف ونخلط صافي غير بالبيغي د بانان وكاكاو. هاد الكاطو هكا مطحون، غادي نخدمو العجينه اوكي، هي العجينه تاع الكاطو هذا. على سمحوا لي هي واضحه جيسبر. فوالا غادي نخلطو بيان غير بشويه بشويه حتى تتلايم تولي تتشكل لنا في اليد، نجيو نحكموها، ما لازمش تقعد تتلصق. انا درت 200 غرام، درت علبه واحده، دوك نلايمها ونشوف الا تتلايم بيان ولا نزيد نطحن. راهي مخصوصه شويه، جو بونس كنزيد نطحن واحد دي بياس ولا 10 حبات كاطو ولا، كيشوفوا راهي عاده سائله، عاده كيما نقولوا عندك كولونت. غادي نزيد نطحن انايا ونرجع لكم. فوالا غادي زدت طحنت انايا نصف علبه كونتيني، نبقى نزيد حتى تلايم لي بيان. نتوشيها ونلقاها ناشفه سي بون تتلايم، نحبسو حنايا الاضافه تاع الكاطو مطحون. فوالا حنا نديرو يدنا باه نعرفو لا تيكستيغ واش راهي مليحه ولا لا.
مادام هادشي مخا تحت يدي، مادام نزيد غير غير بشويه كي من هكا تاع تاع كادو مطحون، كما نقولوا انا طحن نخليه حدايا ونشوف. فوالا بهاد الطريقه ولايبو هكا. اش نص الحبه تاع البانان اللي درتهم هي سيرو الحبه لاطيت الحبات البانان اللي ديريهم الا تخدمي بهم، زعما الا تخدمي بانان. الا كان الحبه تاع البانان اللي خدمتي بهم كيما نقولوا صغار، ما غاديش يدوا لك بزاف الكاطو المطحون. فوالا انا نحبس هنا دوك، خليها شويه ثاني تزيد تشرب. هنا شوفوا غادي نديرها في كيس ونحضروا مع بعض الكريمه. هنا اللي فيه غادي نحضروا الكريمه. انا ديت كريمه، ديت جبن الماسكاربون. انتيا ما كاش ديري جبن طري، الجبن الطري سينو ما تلقي لا هذا لا هذاك، ولا لقيتي غالي خدمي بلا شونتي. شوف لا شونتي تاعك زدي لها ملعقه تاع مايزينا، وخدمي بكاس ونص تاع لا شونتي مع كاس تاع حليب بارد ولا الماء بارد. توجور نقول لكم باسكو كاين لا شونتي ما تقعدش واقفه. غادي ندير هذيك لا ماسكاربون هنا والعجينه البنات كيما نقولوا. هذاك الكاطو اللي طحناه ودرناه بالموز، قلت لكم تقدوا تعوضوا الموز بلا كونفيتور، تقدوا تزيدوا اضافات باغ اكزومبل الا بغيتي تزيدي نوات كوكو، بغيتي تزيدي مكسرات محمرين وبصح يكونوا مطحونين رقيق، باه من بعد كي تجي تغولي الكاطو تاعك ما يغبلكش وما يتشققلكش. دونك انا نعطيها لكم كيما هكاك لا باز، وانتم ابخي احرار زيدوا فيها اللي بغيتوا. صاي انا نعطيها لكم هكاك سامبل، وانتم زيدوا فيها الاضافات اللي بغيتوا. بون انا هنا درت لا ماسكاربون تاعي. انت كي ديري جبن طري هكاك سواء ديري له ميال سواء ديري له سكر غلاس، انت كي تبغي تحلي. انا غادي ندير له ملعقه كبيره نتاع عسل، وندير له قرصه تاع لافاني غير شويه تاع لافاني، وندرب كل شيء بالباتور. هنا بنات جو مرحله المونتاج باش نخدمو الحلوه تاعنا. حنا هذوك الحبات تاع الكيوي انا قشرتهم ذبحت لهم لابو. لاكريم تاعي خدمتها بالباتور مع العسل الفرماج هذاك ماسكاربون. انا ندو لاباط تاعنا غادي نحطوها في ورق الطهي، نحطوها في ورق الطهي ونحلوها على شكل مستطيل. شوفوا ما تلصق بها والو، ما نقش تكون تلصقه كيما هكا شاده روحها ساعف بصح ما تكونش تكولي. غادي ندير له غلو، غادي نحل على حسب الباكي هذا، ما نحلوهاش رقيقه بزاف كيما ما خلوهاش بزاف غليظه، هي غادي تلعب لنا لو غول تاع تاع لاباط. دونك نسحق تكون كاينه شويه دو شويه تاع لاباط الداخل ماشي غير الفخوت، ريحه البانان راهي تخرج منها مع الكاكاو هذيك باش نقول لكم شيرات شابه ريحه شابه فيها. فوالا لي في اللي يكون عندها باغ اكزومبل حبه بانان حبه تفاح زعما هكا حبه من لي فخوي حبه حبه، ولا انت ما غاديش ديري حب كيما نقول لي فخوي، تقدي تقطعيهم تنقيهم من لابو تاعهم وديريهم تقطعيهم مربعات باش من بعد ديري الحشو. يا ماشي شرط كيما تقدي ديري الموز قلت لك. هادي تجي تكسيرة هكا تجمعو تي وليداتك عائلتك ولا هكا كاش ناس عندك ولا ديريها فيت فيت توجديها تبرد وتقصرو بيها. حلوها هاي هكا، وبعد غادي نقطعوها نيشان تكون نيشان شكل مربع ديرو الزوائد باه تجينا خدمه قيه تكون خدمه بيان فيني. نبدي انا غير القطعه وغادي نقطعو بسم الله كيما هكا هاد الزوائد نخدمو بيهم ابخي.
هاك كوكي من هاك تعطيك هذا الشكل شباب مربع غير كيما هاك فوالا هاك سي ميو شوفوا مليح اوكي دوك ندو حنايا هذيك لا كريم اللي انتيا تنجمي تخبي بلا ماسكربون بليتو بلا شانتيي جو دير غادي نديروها وغادي نطالوها بهذه الطريقه ما لحقوش بزاف للشفه باه تساعدنا بعد باش الدور باش ما تقعدش غير مشمخه كيما هاك ونمشو منا انا على نبغي نخدم بلا ماسكربون باسكو ان فيت لا ماسكربون تجي اونكتيوز ماشي كيما لا شانتيي تجي خفيفه لا ماسكربون زعما تجي اونكتيوز تجي ثقيله تجي شابه اوكي كمل بهذه الطريقه ايطالي غير لا كريم هنا في هذه المرحله البنات قلت لكم في الماسكربون كي تطلعيها كي منها كيما نقولوا تخفقيها تقدري ديري نواد كوكو ولا ديري مكسرات ثاني ولا انا اكتفيت غير كيما هكا وغادي نجي اوبس ونحكم هذاك الكيوي ارجو غادي نديرها هاك ولا هاك كانت بالي هذه المنة طويلة على منة اوكي مش كاري كاري اوكي انا جي لي بالي من باش اوموا ترفد لي شحال من حبه كيوي عندي ربعة اوموا ترفد لي ثلاثة كاع ما ترفدش في ثلاثة ولا ثلاثة ونص باسكو ابخي باش الشكل تاعها يجي شباب نبغي نجيب لكم افكار جديدة افكار شابة ماشي غير شابة هذه فكرة لذيذة هذه فكرة لذيذة شوفوا دروك هنا غادي نجيب الحبة تاع الكيوي هذوك هي هضرة التصوير كي راح صحة غادي نجيب حبة الكيوي كيما راهم حب غادي نحطها هنا نحط اختها هنا نخليها لاصقه فيها كيما نقول نخليها لاصقه فيها باش من بعد في التقطيع تقطع نيشان وكي نلوها ما يكونش هذاك الهواء بيناتهم شوف تكون ترفد لي واحد ثلاثه ونصف حبه دونك كل اللي صغار اللي ترفدهم لي في ربعه طوميو هذاك لو بيت تاعي هنايا باش تجي فوالا ونجو هنايا ونبدو نديرو عمليه طيب نطو بهذه الطريقة تولي تغولي كيما لو بيسكوي غولي جيسبيغ لي واضحة الشيرات انتي هنا في بس كيوي قادرة تسدفي حبة تاع بانان هكاك على الطول ديري حبة وحدة حبة وحدة حبة كيما نقولو متقاودين ايا وتخدميها عادي كيما قلت لك تنجمي تاكيت ايطالي لا كريم تاعك اللي راكي غتخدمي بها وديري قطع مكعبات هكا تاع فواكه من كاع الالوان كيما نقولوا فخاز حبات فخاز حبات شويه بانان شويه تفاح شويه بون غادي ديروا كيما راها الشيرات راني عارفه بلي راهي بيان سيغي وبيان بيان اونغولي كيما نقولوا غادي نعاود نونغولي ليها هذا وغادي ندخلها في الثلاجة انا غادي نديرها في الكونجيلاتور واحد النصف ساعة ولا على حساب ما تشد لي روحها تري تري بيان ونخرجها باش نديرو لها لو غلاساج هاني بنات جيتكم خليتهم خليت الكادو تاعي هنا جمد دوبت الشوكولا ما خليتهش بزاف ليسونسيال انايا لا كريم تشد روحها ما نخليش بلاصه مخصوصه شوكولا كيما هكاك كلشي ندرقه
جو كاموفل كاع هنا هذاك البلاص فوالا سا كومون صافي جي ديجا صافي جفيت والله صافي جفيت ما عنديش ما في الوقت كيفاش الوغ ونحكم لو ترانسفير تاعي ونحطه وكيما علمتكم كيما قلت لكم لو ترانسفير توجور نقلعو منه الهواء غادي ندي شويه الشوكولا درت كوكاو محمص مهرس كيما نقولوا هكا خشين مطحون خشين غادي نخلطه وغادي نديره فوق هذيك اللي درتها بانان نعرفوا بلي البانان مع الشوكولا ولا كاكاوات سا سماري تري بيان وغادي نديره كاع فوقها ونبدا نمشي بطبيعه الحال باش ما يقعدش داير لنا اون كوش خشينه تاع الشوكولا هنا تنجمي تخدمي بان غاناش تنجمي تخدمي باي حاجه تبغي ديري بها تيا من فوق تبغي تسبودري غير لو كاكاو ولا النسكويك هذاك الشوكولا تاع الحليب تاع الصغار اي حاجه فايده اي حاجه بغيتي ديكول بها ديكولي لا شونتي دبري راسك تصنعي دي غوزاس انا المهم قلت لك انا نعطيك لا باز وانتي عليك تتفني انتي على حساب شا عندك متوفر انتي على حساب امكانياتك وانتي على حساب التخمام تاعك والابداع تاعك وراكم كاع ما شاء الله مبدعات اللي مازال ما اشتركتش في القناه شيله تطلع فوق دير اشتراك فضلا وليس امرا دير اشتراك وتضغط على زر الجرس باش يوصلها كاع جديد اللي نديره تكون اجور ما تنسونيش بهذيك اللايك دعموني شويه نشطوني شويه فوالا فوالا بهذه الطريقه هذا تاع بانان وانتي قصرتي مع الزوج ومع وليداتك ولا مع العائله قصره شابه حبه شابه تفرحيهم ماشي شاف دايما تشري من برا برا راه غالي ثاني ما تشري كاطو هكا لي باتيسري وكاع من برا ساكوت داروا لك راه كلشي غالي دونك انتي بشي اللي عندك وتخدمي وصاي يعني بدلهم الطريقه دونك غادي ندير لها انايا شويه تاع ورقه ذهبيه يبقى ما نخليش كيما هكاك عريان فوالا وغادي نديره في الثلاجه حتى يجمد بيان ويحكم روحه بيان صافيج بيان هاد الشوكولا عادك نجبده هنايا وتشوفوه في صحن التقديم ان شاء الله اي فوالا حبيباتي ها هو الكاطو تاعنا حنايا شد روحه جمد شويه هادي تخسرت لي مطرطقها لي ترانسفير ما خرجليش في هاد البلايص درت لها شويه هكا رقحتها مي بون 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 فوالا جات كيما هكاك وهذه جات شابه هذه تاع هذه تاع البانان درت لها هكاك كيما فيريرو روشي غادي نقطع قدامكم باش تشوفوا غادي نبداو بهذه الصغيره نبداو بهذه الصغيره غادي نقطع الشوكولا قاصحه ماذا بكم تحموا شويه لو كوتو تقطع فوالا لي في تعطينا دوائر كي من هكاك فيهم هذاك البانان وفيهم هذاك لا كريم تبان نوريها لكم بنا تكون باينه احسن فوالا ونقطعوا الزوجه الزوجه تاع كي من هكاك وتعطينا فوالا تعطينا ولا لا ولا لا تعطينا هذا الشكل كي من هكاك فوالا تعطينا قطعتين تاع كاطو اللي بالخف يوجد فريش حاجه تكون فريش ان كاطو فري بون فيه لو كروكون تاع الشوكولا فيه ولا كدي لها هكاك لي كاكاوات فيه هذاك لو كروكون فيه الجوت فيه الكريم فيه زعما بلان 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 دو تيكستور في ان سول كاطو بون ان شاء الله تكون الوصفه البنات عجبتكم وتجربوها وديروها نقول لكم الى الملتقى دمتم في رعايه الرحمن مع السلامه